لانش بوكس صار أساسي بحياتنا هالأيام، للمدرسة، للجامعة أو حتى للشغل. لهيك بهذا الفيديو جمعت لكم أفكار لانش بوكس صحي ومتنوع بمكونات متوفرة بكل بيت. تابعوا الفيديو للأخير لتشوفوا أطيب أفكار لانش بوكس. أكيد لا تنسوا تعملوا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. لانش بوكس لعمر 12 ل15 سنة. جبت خبزة السمون وقطعتها بهالشكل، حطيت فيها صوص الباربيكيو والمايونيز والثوم، هالنوع من اللحومات الباردة اللي هو السلامي، شريحة من جبنة التشيدر أو أي نوع جبنة أنتم بتحبوا، شرائح من المخلل قسمتها بالنص وحطيتها بأول طبقة من اللانش بوكس، وفيكم تحطوا أنواع الخضار اللي بتحبوها بقلب الساندويتش. الطبقة الثانية حطيت حصة من البندورة الكرزية، حصة من الكاجو وحصة من العنب، وبآخر طبقة حطيت هالنوع من البانكيك اللي بيجي بانكيك بالموس. بصندوق الوصف رح تلاقوا وصفة البانكيك، صحي وسهل وسريع تحضير، وحطيت جنبها زبدة الفستق الحلبي كتير طيبة مميزة، تكرتها وقدمت معها العصير. حضر اللانش بوكس الثاني، بهاللانش بوكس حضرت أكتر سلطة مفضلة عن تالي، حطيت الخس والجاج والكروتونز. اتحزرتوا أي سلطة؟ سلطة السيزر. رشيت عليها الجبنة وحطيت صوص السيزر بعلبة ينضاف للسلطة وقت الأكل لحتى تضل فريش. طبقة ثانية حطيت حصة من الفريز والمانجو قطعته بهالشكل، حصة من التوت، وباخر طبقه حطيت هالنوع من اللبن وهالنوع من البسكويت اللي بيجي بالزنجبيل، سكرتها وقدمت معها العصير. لانش بوكس للموظفين ولطلاب المدارس. جبت خبزه تورتيلا وحطيت لها المايونيز وخردل باربيكيو صوص، حطيت شريحتين من الخس وهالنوع من شرائح اللحم المبرده، لفيتها وقطعتها بهالشكل. شوفوا شكلها شو بشهي. باول طبقه من اللانش بوكس حطيت الخس وصفيت الساندويتش وحصه من البندوره الكرزيه وخياره، وبالطبقه الثانيه حطيت التفاح بعد ما قطعته بهالشكل ودهنته بعصير الليمون لحتى ما يسود، وبرتقان صغيره، وهالنوع من الكيك اللي بيتسمى بالجافا كيك عبارة عن كيك ومربى البردقان وغطس بالشوكولا، كرتها وقدمت معها العصير. لانش بوكس بمكونات متوفرة بكل بيت، مناسب لكل الأعمار، وكمان فيكن تحضروها كفطور. جبت هالنوع من الخبز يلي هو خبز المافن أو فيكن تستخدموا خبز البرجر، قطعته بالنص وحمص، جبت نص حبة من الأفوكادو، حطيت لها ملح وليمون وهرستها بهالطريقة، قلاية حطيت زيت، شرائح من جبنة الحلوم، ليتون على الوشين، صحن حطيت الخبز الصلصة أو فيكن تستخدموا صوص الباربيكيو، حطيت الأفوكادو المهروس، شرائح الحلوم، شي من الأوريجانو، طبقة تانية من الخبز، قطعتها بالنص وشوفوا شكلها شو بشهي. حطيتها بأول طبقة من اللانش بوكس، حطيت جنبها حصة من البندورة الكرزية، الطبقة الثانية حطيت حصة من الفريز وكرمنتينا وهالنوع من الكيك اللي بيجي محشي بتفاح وهالنوع من الجبنة. أكيد ما ننسى هدول الأشكال الحلوين، سكرتها وقدمت معها هالنوع من العصير. إذا وصلتوا لهالنقطة من الفيديو شكرا لمتابعتكم، لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب. لانش بوكس عالي بالبروتين، زيت السمون وقطعتها بهالشكل، حطيت مايونيز بتون وخردل ووزعتهم بهالطريقة، حطيت شريحة من التركي أو فيكم تستبدلوها بالجاج، شريحة من جبنة التشيدر وبيضة قليتها بهالشكل، وحطيت شرائح من الخس قسمتها بالنص وحطيتها بأول طبقة من اللانش بوكس، وطبقة ثانية حطيت العنب والفريز وحصه من البريتزو، حطيت هدول الاشكال الحلوين وسكرتها وقدمت معها العصير. لانش بوكس الدوام الطويل، جبت جبنه الحلوم وقطعتها لشرائح، قليتها بالمقلايه بزيت الزيتون، مرتها من الوشين، جبت هالنوع من خبزه التورتيلا اللي بيجي بالبذور، حطيت خردل وباربيكيو صوص او فيكم كاتشب، حطيت هوت دوغ شريحه من جبنه البرجر، لفيتها بهالشكل وحمصتها، قطعتها وشوفوا شكلها شو بشهي، حطيتها باول طبقه من اللانش بوكس، وحده مخلل وزيتون بالليمون مع جبنه التشيدر، بالطبقه الثانيه حطيت الكرافس، قصه من التوت الازرق او البلوبري والحلوم يلي قليته عملته شرائح مع الخيار، حطيت هدول الاشكال الحلوين وسكرتها، قدمت معها سبرايت. اللانش بوكس مناسب لكل الاعمار، قطعت قطع الدجاج بعد ما قليتهم بالمقلايه الهوائيه وحطيتهم باول طبقه، حطيت جنبهم ظرف كاتشب وظرف من الباربيكيو وجنبهم شويه خس وهدول التورتيلا رابس بالحجم الصغير، وبالطبقه الثانيه حطيت الفريز وجنبه البردقان والكيوي بعد ما قطعته على شكل ورده، وحطيت شوكولا سمارتيز على شكل بيضه. لينك فيديو تتبيله الدجاج موجود تحت بصندوق الوصف. سكرتها وقدمت معها عصير البردقان. لانش بوكس مناسب لكل الاعمار، جبت هاي الخبزه وقطعتها بالنص ودهنتها بدبس البندوره والكاتشب، حطيت شرائح من جبنة التشيدر وقطع من جبنة الموتزاريلا وزينتها بالأوريغانو وسويتها بالإير فراير لحتى دابت الجبنة يعني بالمقلاية الهوائية، شوفوا شكلها شو طلع حلو، وحطيتها بأول طبقة من اللانش بوكس، وبالطبقة الثانية حطيت فريز وكيوي قطعتها على شكل وردة، وجبت هذا النوع من الخبز بسموه سكون، هي أكلة بريطانية، دهنته بالكريمة أو القشطة وبعدين حطيت عليه هذا النوع من المربى، حطيت هدول الأشكال الحلوين وسكرت. لانش بوكس لأكتر ساندويتش طلع ترند وعن جد ما في أطيب منه. جبت خبزة التورتيلا وقطعتها بهالشكل، حطيت صوص الباربيكيو بأول ربع، الثاني حطيت شريحة من الجبنة، بعدها حطيت شرائح من الدجاج، وآخر شي حطيت قطعة دجاج وشريحة من جبنة البرجر، سكرتها بهالشكل وحمصتها بالسخانة، وهيك طلع شكلها بعد التحميص، ما بتتخيلوا الريحة وعن جد كتير بتشهي. حطيتها بأول طبقة من اللانش بوكس وحطيت تحتها محارم، وحطيت حصة من البندورة الكرزية، وبالطبقة الثانية حطيت كرمنتينا وحصة من الفريز ونص تفاحة، وحطيت لها ليمون لحتى ما تسود، وهالنوع من اللبن المدعم بالكالسيوم وهالنوع من الجبنة، حطيت هدول الأشكال الحلوين وسكرتها وقدمت معها العصير. وبهذا اللانش بوكس تاليا كان جاي على باله.
الوافل. سويت لها اياها بطريقه صحيه، جبت خبزه توست وقمت الحواف، حطيت بقلبه بينت باتر وعسل وحمصته بماكينه الوافل. قبل ما يجهز الوافل حطيت جبنه ولفيتها برقائق الدجاج، حطيتها باول طبقه من اللانش بوكس وحطيت الوافل، وبالطبقه الثانيه حطيت حصه من العنب وكرمنتينا والبلوبري. حطيت هدول الاشكال الحلوين وسكرتها وقدمت معها العصير. لانش بوكس مناسب لكل الاعمار والموظفين. جبت خياره حجم صغير قشرتها بهالشكل وقطعتها، وحصه من البندوره الكرزيه وكرات من جبنه الموتزاريلا، شكيتهم على اعواد بهالشكل، وبعدين صفيتهم باول طبقه من اللانش بوكس وحطيت جنبهم نقانق بالجاج. حطيت حزين من البطيخ وتفاحه قطعتها شرائح، والحلو المفضل عن تاليا هو فطيره التفاح مع الكاسترد، فحطيت لها اياها باخر طبق وحطيت لها عليها الكاسترد وحطيت هدول الاشكال الحلوين وسكرتها وقدمت معها العصير. جبت النقانق بالجاج وقليتهم بشويه زيت، ضليت اقلبهم لحتى استووا، وبعدين حطيتهم بقلب هالنوع من الخبز، حطيت عليهم شريحه من جبنه البرجر وشوي بالمايكرويف او تحت جريل لحتى دابت، وللخضره حطيت السبانخ والهالبينو وشويه بندوره. هلا لاحلى فقره يلي هي الصوصات، الخردل والباربيكيو صوص شوي حد بيجي، وهون حطيت هاني ماسترد مايونيز، وشوفوا شكل الساندويش شو طلع بشهي. حطيتها باول طبقه من اللانش بوكس وحطيت الكرمنتينا بعد ما قطعتها بهالشكل، عن جد حسيتها اسهل طريقه تقطيع الكرمنتينا، يعني حتى الصغار بيقدروا يسووا. وتفاحه قطعتها بهالشكل، حطيت هدول الاشكال الحلوين وسكرت وقدمت معها هالنوع من البسكويت والعصير. اللانش بوكس للعمر الاكبر يعني للموظفين فوق ال 15 سنه، لشغلات الصغار ما كثير بيحبوها. هون حطيت صدر دجاج تبلته، وبعدين قليته بالمقلايه الهوائيه بعد ما لكيته بالبقسماط، وحطيت له باربيكيو صوص مايونيز وشويه خضار اللي هن الخس والخيار والبندوره، ولفيتها وقطعتها بالنص وحطيتها باول طبقه من اللانش بوكس. بالطبقه الثانيه حطيت فريز عنب وشويه بسكويت، وباخر طبقه حطيت سلطه الشوندر وشويه شوكولا وخيار، وحطيت هدول الاشكال الحلوين وسكرتها وقدمت معها هذا العصير. اطيب سوشي بالبيت وبطريقه كثير حلوه وسريعه، جبت رز الخاص بالسوشي وطبخته مثل ما مكتوب على العلبه، وبعدين حطيت له خل الرز، حركته منيح وحطيته بزبديه، وحطيت له هالنوع من المايونيز والبهارات والصويا صوص، وضفت له سالمون بعد ما طبخته، واخر شيء حطيت له ورق السوشي او ورق النوري، ورح نعمله على شكل طابات لحتى ما نتعذب بلفه. جبت هي الاداه وحطيت له شويه مي وضفت له السوشي وحركته كثير منيح لحتى شكلت لي هالطابات، وفيكم تشكلوا الطابات بايديكم، بس حلاوه هي الاداه انه بتعطينا الطابات كلهم نفس الحجم. اول شيء باللانش بوكس حطيت ورق السوشي، وبعدين حطيت فوق الطابه حطيت قنينه من الصويا صوص وجنبهم شويه فريز وتوت، حطيت هدول الاشكال الحلوين وسكرتها وقدمت معها هذا البسكويت بالزنجبيل والعصير. جبت خبز البريوج وحطيت له باربيكيو صوص، وبعدين حطيت سلامي وجبنه مبشوره، حطيت بيضه ومعلقتين من الحليب، حطيت الثوم بودره مع الاعشاب وخلطتهم كتير منيح. بالمقلايه حطيت الزبده، حطيت الخبزه بالمقلايه بعد ما دابت الزبده ولكيتها بخليط البيض اللي حضرناه، سويتها بالمقلايه على الوشين. جبت هالنوع من اللانش بوكس، حضرت الافوكادو بهالطريقه، حطيت له ملح وليمون وهرس، حطيت بقلبها شقفه بندوره، صامن بندوره كرزيه وكرمنتينا وكيوي، نوع من الجبنه واللبن، وهدول الاشكال الحلوين. وهيك طلع شكل الفرنش توست، ريحتها بتغوي بالقلب. حطيتها بالطبق الثاني من اللانش بوكس وجنبها شويه صوص وقطعه شوكولا، سكرتها وقدمت معها العصير. لانش بوكس سهل وسريع وبيتحضر بدقائق. حطيت زيت زيتون بزبديه وضفت عليه الزعتر، خلطتهم منيح لوصلنا لهالقوام. جبت خبزتين توست طري وقمت الاطراف ورقيتهم لحتى صاروا بهالسماكه، دهنتهم بخليط الزيت والزعتر ولفيتهم، وخيارة قطعتها بهالطريقة وحطيتهم بالأعواد الخشب، شقفت خيارة وساندويتش وقطعت بندورة، واتبعت هالخطوات لخلصت الكمية كلها. حطيتهم باللانش بوكس وحطيت حصة من العنب وهالنوع من الكراكرز اللي بيجي بالزيتون الأسود، وحصة من الزبيب واللبن بطعمة المشمش مدعم بالكالسيوم، وهالنوع من الجبنة. حطيت هدول الأشكال الحلوين وسكرتها قدمت معها العصير. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو لليوم، وبهالفيديو جمعت لكم أفكار لانش بوكس سهلة وسريعة وبمكونات متوفرة بكل بيت. اكتبوا لي بالتعليقات أي لانش بوكس هي المفضلة عنكم، اكتبوا لي كمان بالتعليقات كيف بتحضروا اللانش بوكس تبعكم او لاولادكم. اكيد لا تنسوا تعملوا لايك، تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركوا الفيديو مع اصدقائكم لحتى تكبر عائلتنا اكثر. بحبكم كتير، يلا باي.